الكتابي لهذا الحديث ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ، يعني ما يكون بعد نوم، يعني نام ثم استيقظ، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان النبي دائما يقول ذلك. واسمعوا إلى ما قال العلماء عن فائدة هذا الذكر: من قاله مرة واحدة إذا استيقظ في الليل قد تغفر له كل ذنوبه حتى الكبائر، كل ذنوبه قد تغفر له حتى الكبائر، وليس ذلك بعزيز على الله، وليس ذلك بعزيز على الله، والله أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين. فاحفظوا هذا الذكر، يعني لو بدك بس تفيق بالليل تقرأه اثنين بيستاهل، حطه على ورقة قدامك لما بتفيق، على المراية، قدام التخت، قدام المخدة، على الباب، غرفة النوم من برا، مطرح ما بتوقف بتشوف، بتفتح عيونك حط ورقة تشوفها. ليش؟ لتستفيد بالثواب والأجر وبمغفرة الذنوب، وبمغفرة الذنوب. وكان من عادة شيخنا رحمه الله أول ما يستيقظ من الليل يبدأ بقراءته.